بما أن إحنا اليوم في احتفالية باليوم العالمي لمواقع التواصل الاجتماعي، قررنا اليوم نستضيف مدير إدارة مواقع التواصل الاجتماعي بوزارة الإعلام الأستاذ سعد العازمي. يا مرحبا فيك وكل عام وانت بخير. أنت بخير وعساكم من عبادة. حياكم الله، ورحب أيضا بالأستاذ عبد الوهاب العيسى والأستاذة هند الناهض أعضاء اللجنة المنظمة لمؤتمر هاشتاق الكويت. كل عام وانت بخير، حياكم الله. خير الله يحييك. شلون رمضان وياكم؟ الحمد لله خلصنا. سهلاتها؟ خلصنا. أيام الأخيرة إن شاء الله، وكل عام وانتم بخير وينعاد علينا وعليكم. بداية أستاذ سعد، بنتكلم معاك على الخطاب السامي لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بمناسبة العشر الأواخر، تطرق للتواصل الاجتماعي وأهمية التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الأمن القومي والفكري والثقافي. ودنا نتكلم على التواصل الاجتماعي وشلون وزارة الإعلام أيضا خصصت قطاع خاص لهذا التواصل. خطابات صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، نحن في وزارة الإعلام نعتبرها خارطة طريق يتم من خلالها تحديد مسار السياسة الإعلامية. صاحب السمو أمير البلاد حفظه ورعاه في خطابه في العشر الأواخر المباركة تعرض لوسائل وأدوات استخدام السيء لوسائل وأدوات التواصل الاجتماعي. وزارة الإعلام بتوجيهات من معالي وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود الصباح وتعليمات من سعادة وكيل الوزارة الأخ طارق المزرم تسخر جميع أجهزتها وسائلها الإعلامية لتسخيرها للرسائل التوعوية الخاصة في استخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي. وزارة الإعلام أنشأت يعني وكانت سباقة بالفعل في إنشاء قطاع الإعلام الجديد تماشيا ويحاكي الإعلام التقليدي بأوجه الثلاث: المرئي والمسموع والمقروء، وأنشأت إدارة للتواصل الاجتماعي ولها الأسبقية على مستوى دول الشرق الأوسط لكي تكون همزة وصل ما بين وزارة الإعلام من جهة وبين مؤسسات وجهات الدولة المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني والمجتمع بشكل عام من جهة أخرى. خطاب صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله هو خطاب من والد الجميع، يجد صداه بكل تقدير ومحبة من الجميع بلا شك. صحيح. طبعا عبد الوهاب يعطيك العافية، أنت من أوائل الناس اللي سويت دراسة على مواقع التواصل الاجتماعي ودشيت بزنس فيه وما شاء الله ناجح بكل مجال تحطه وخصوصا بمواقع التواصل الاجتماعي. باعتقادك ليش قاعد نشوف استخدام السيء لهذه المواقع؟ نعم، طبعا بداية أشكركم على هذه الدعوة وأبدي يعني بشكر صاحب السمو الأمير اللي في خطابه الأخير ساهم بتوجيه مواقع التواصل الاجتماعي. المتابع لخطابات صاحب السمو في السنوات الأخيرة كان دائما يذكر وسائل الإعلام بشكل عام، وبعدها قام يوجه بترشيد مواقع التواصل الاجتماعي في خطابه الأخير لأول مرة يركز بشكل مباشر على ترشيد مواقع التواصل الاجتماعي بدون لا يذكر وسائل الإعلام، وهذه يعني سابقة جديدة. أيضا في السابق صاحب السمو كان يوجه المؤسسات الحكومية في التعاطي الإيجابي وتوجيه الشباب، في هذا الخطاب الأخير صاحب السمو خاطب الشباب بشكل مباشر والمستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي ونصحهم نصيحة الأب في كيفية الاستخدام. أمانة كلهم قاعد نشوف أغلبيتهم مؤثرين صاروا بالمجتمع. نعم، يعني لهم قاعدة جماهيرية من مختلف أنحاء العالم. نعم، ومؤثرين. وهذا يعكس أن اليوم اللاعب الرئيسي في الكويت هي في ساحات مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن وصلنا اليوم إلى أن صاحب السمو يوجه بشكل مباشر الشباب في الاستخدام السليم لمواقع التواصل الاجتماعي. وأبدأ صاحب السمو قلقه، وهذا يستند على سؤالك، من يعني ازدحام القضايا في محاكم الكويتية بسبب مواقع التواصل الاجتماعي، وأبدأ خوفه صاحب السمو من عدم فهمية وثقافة مجموعة كبيرة من الشباب في الإشكاليات القانونية اللي يقعون فيها بسبب مواقع التواصل الاجتماعي. من الطبيعي ان احنا كوننا ما زال يعني هذا العالم عالم جديد على الكويت وعلى المجتمع الكويتي، من الطبيعي ندش في حاله من فوضى وعدم الاتزان في البدايه، ولكن مع الوقت مع الوعي مع ما الناس تتعلم وتشوف الامثله
الإيجابية والسلبية يبدي المجتمع ينظم نفسه بنفسه، وأيضا تبدي الدولة تنظم نفسها. اليوم نشوف أبو حمود مدير إدارة مواقع التواصل الاجتماعي في تلفزيون في وزارة الإعلام بشكل عام في السنوات الأخيرة، ما كان هذا المنصب موجود أصلا ولا هذه الإدارة موجودة أصلا. صحيح. فالدولة والمجتمع يعني ستتأقلم إن شاء الله وتبدي تتزم الأمور. اليوم يمكن أستاذة هند نحتفل مع العالم باليوم العالمي للتواصل الاجتماعي، شلون الكويت تشارك في مثل هذا اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أشكركم بعد على الاستضافة وعلى النخبة الحلوة من الضيوف. يمكن إحنا نتكلم اليوم عن اليوم عالم التواصل الاجتماعي، وأنا أسولف مع حصة ووهاب إن إحنا كل يوم قاعدين نعيش تواصل اجتماعي. فهو يوم واحد هو. مو بس إن اليوم، بس الهدف أو السبب ليش العالم أو مدونة معشب قبل 7 سنين أطلقت المبادرة أن يكون في يوم عالمي عشان نحس بأهمية ثورة التقنية وتأثيرها على الاتصالات. لأن اليوم كثر ما تشوفين الاتصالات قاعدة تدخل، والتقنية بحد ذاتها قاعدة تدخل بكل مجالات، الطبي والصحي والتعليمي والإنساني والحكومات ومبادرات. فمثل هذا اليوم يحطونه عشان الأفراد والمؤسسات والحكومات تطلق مبادرات تشوف الأخطاء وتجارب الصح، تتيمع الهاشتاج كل سنة هو SMD. فلو تدشين على الهاشتاج راح تشوفين شلون الناس قاعدة تشارك بأفكارها والتوعية. يمكن الهدف من النطق السامي إنه إحنا خلاص لا محالة قمنا نتنفس سوشيال ميديا أو نتنفس وسائل التواصل الاجتماعي، فأحسنوا استخدامها لأنها هي موجودة وكل شيء أنت تسوي على مواقع التواصل الاجتماعي يظل ما يروح، فأحسن استخدامها عشان سمعتك باكر راح تكون إيه مرجع أو مرجعك مواقع التواصل الاجتماعي. الكويت يعني سباقة، إحنا سنويا في احتفالات وتجمعات وعالميا. البحرين حاليا عندهم قبقة إنزين بمناسبة هذا اليوم اللي هو نادي التواصل الاجتماعي. فحلو الواحد يكون عنده رسالة ويكون عنده يكون جاهز. إحنا بعد اليوم في حسابات وزارة الإعلام كان في حملة للتوعية في هذا اليوم في استخدامات وسائل التواصل الاجتماعي. أستاذ سعد إحنا سعيدين، بس يمكن نذكر موضوع أن كل ما شاء الله كل قطاع قام يخلي له قسم خاص لمواقع التواصل الاجتماعي. هل في إدارة مشتركة تجمع هذه الإدارات في يعني يصير فيها تبادل للمعلومات توضيح للأشياء، ولا كل إدارة منعزلة عن باقي القطاعات؟ لا عفوا، بالنسبة لوزارة الإعلام هو أنشأ قطاع الإعلام الجديد وأنشأت إدارة التواصل الاجتماعي بشكل مركزي على مستوى وزارة الإعلام، وذلك لكي يكون في توحيد الجهود وعدم تشتيتها. يعني الترتيب أنا أشوف يمكن خير مثال المصور اللي عندكم هو تابع لإدارة التواصل الاجتماعي، يعني هو شغال وياكم وهو تعاون إدارة التواصل بشكل عام مع جميع قطاعات الوزارة المختلفة وعن طريق كوادرها اللي يعملون وياه وبالتعاون مع القطاعات كذلك. احنا ما لنا غنى عن قطاعات الوزارة لأن كنا نعمل باتجاه واحد ومن خلال خطاب إعلامي واحد موحد. صحيح. أنا حبيت أزيد فقط على كلام وأكد على كلام الأختد بالنسبة حق وسائل التواصل الاجتماعي حاليا. أمانة وسائل التواصل الاجتماعي في المرحلة الحالية يعني أنا أتوقع ما هي إعلام جديد، يعني الناس يتكلمون بأن عالم افتراضي وإعلام جديد. أنا أقول يمكن ما أبالغ وأجزم بأن هذه وسائل التواصل الاجتماعي هي أسلوب حياة وتفكير، يعني أصبحت متلازمة معنا خلال يعني ما تقدر أنت تستغني عن السمارت فون اللي معاك في جيبك على طول أنت تشاهد، سواء أنت كنت محايد أو كنت مؤثر. ففي وزارة الإعلام بتوجيهات من معالي الوزير وتعليمات سعادة الأخ وكيل وزارة نضع في عين الاعتبار هذا الإعلام الجديد وهذه الطفرة النوعية في السريعة جدا في وسائل التواصل الاجتماعي، كيف نحاكيها وكيف يكون الإعلام الجديد
موازي ومحاكي للإعلام التقليدي. نعم، يمكن وزارة الإعلام أيضا عبد الوهاب شاركت في مؤتمر هاشتاغ الكويت، المؤتمر الأول من نوعه اللي كان في 2015، وحاكت مثل ما قال الأستاذ سعد أهمية التواصل الاجتماعي. شنو أهم الأشياء اللي حرصتوا فيها تكون موجودة في هذا المؤتمر الأول؟ طبعا وزارة الإعلام ما شاركت، وزارة الإعلام هي اللي نظمت، هي اللي نظمت مؤتمر هاشتاغ الكويت. مؤتمر هاشتاغ الكويت كان فكرة من معالي وزير الدولة شؤون الشباب وزير الإعلام الشيخ سلمان صباح، واللي كلف يعني أنا ومجموعة من الإخوان بترجمتها على الأرض. ولله الحمد مؤتمر هاشتاغ الكويت كان هو الأول من نوع، أول مؤتمر حكومي معني في مواقع التواصل الاجتماعي، حقق نجاح كبير جدا على بسرعة قياسية. يعني تشكلت اللجنة، والوقت اللي كان تم تكليفنا بانطلاق المؤتمر كان قصير. أبرز نجاحات هذا المؤتمر، واللي خلى يعني صداء يكون وايد كبير وناجح، هو كسر الحاجز بين المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي والوزراء في الحكومة. يعني احنا نشوف وايد ناس مثلا بتويتر يتحلطم ويناشب بشكل مستمر، وما يكون في تفاعل حكومي مباشر. أذكر كان في تفاعل حكومي مباشر في المؤتمر. فقلنا لهم تعالوا يبا، أنت مو تحلطم بتويتر، تعال تحلطم قدامه، خل تليفونك شوية على كتر وخل نسمع، لأنه أكيد عنده رد. وبالفعل نتائج هذه الجلسة، كثير من الردود وصلت لهذول الناس اللي كان في بعض الأمور ما هي واضحة بالنسبة لهم. مثل هذا النوع من الجلسات اتضحت أمور كثيرة، وصاروا هذه المجموعة كبيرة من الشباب تم تحويلهم من كانوا يعني سلبيين إلى إيجابيين. بعدها أذكر أنا من ضمن الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله قال أنا بعزمكم على جولة خاصة داخل استاد جابر. صحيح. وبالفعل عقبها بيومين ثلاثة قبل افتتاح استاد جابر بأسبوع، وحضروا مجموعة كبيرة من الشباب، يمكن 100 شاب وشابة، كل واحد في مخباته يمكن 100-200 ألف متابع، وسووا دعاية مو بس للكويت، للخليج كلها عن احتفالية استاذ جابر. فأنت لما تجمع كل الأطراف في مكان واحد، وهذا كان هدف هاشتاغ الكويت، إن احنا نجمع كل الأطراف لتكون النتيجة النهائية تسويق إيجابي للدولة والبلد. أذكر كان هند عندك دراسة كنتي مخصصتها لمواقع التواصل الاجتماعي ونسبهم ومن الأولى ومن الثانية، وتدرجت في الشرح ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني الكل استفاد منها. هل هذه الدراسة نفسها ولا تغيرت؟ وهل راح تصير نفس الشيء بالمؤتمر الجاي؟ تغيرت هي، بس اللي تغيرت نسبيا يعني أكثر التطبيقات الاجتماعية اللي ما حد يختلف عليها نمبر 1 اللي هي الواتساب. يجي في الدرجة الثانية اللي هو هم تكستينج أب، أو اللي هي مسجنج أب، اللي هي مسنجر مالت الفيسبوك. بعدين موقع فيسبوك، إنزين هذا عالميا مو بس على مستوى الكويت. أنا الدراسة اللي تكلمت عنها كانت على مستوى الكويت. فيسبوك مو وايد صح هنا خليجيين، بس انت لو تشوفين واتساب وماسنجر تبع فيسبوك، يعني فيسبوك يملكهم، فشيء طبيعي نسبه وتناسب هو قاعد يحتل او ماسك المركز الثالث. المركز الرابع سناب شات، انزين اللي نزل الرابع بعد الماسنجر، اللي نزل تحت سناب شات اللي هو الانستغرام، لان اللي صاير سناب شات قاعد ياخذ الشهره من الشركات الاخبار والشركات الكبيره والسليبرتيز او المعروفين المشاهير بامريكا، قاعدين يستخدمونه بشكل ابداعي بشكل يومي، نقل فبث حي. احنا نتكلم اليوم عن المعلومه والماده، الناس تبيها بث حي، ما تبيها صوره ولا تبيها كلام ولا هذا. فمثل ما الناس قاعد تشوفنا الحين بث حي، العموم يبي يشوف شيء فريش ونيو. فتشوفين التكستينج والتطبيقات الخاصه في البث الحي هي راح تتصدر في الفتره الجايه المراكز الاولى، مثل غيره من التطبيقات فيرسكوب و حلو. هم ممكن نتكلم مع الاستاذ سعد عن هذه البرامج اللي ذكرتها الاستاذه هند، يعني القطاع اللي خصص في وزاره الاعلام للتواصل الاجتماعي، حضرتك مدير هذه الاداره، شنو البرامج او الاشياء اللي ممكن تكون مقبله علينا في وزاره الاعلام تحرصونها تكون موجوده؟
بتكلم عن نقطتين، الأولى عن هاشتاج الكويت، يعني نتكلم وزارة الإعلام نظمت هاشتاج الكويت، يعني جزء من رؤية معالي وزير الإعلام وزير الدولة شؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح، والنهوض بالمؤسسة الإعلامية والاستخدام كل ما هو جيد وإضافة كل ما هو موجود على الساحة الإعلامية سواء إعلام جديد سواء وفتحنا منصة إن شراكة مجتمعية بين المهتمين في هذا المجال وبين جهة رسمية، حتى فتحنا مع القطاع الخاص وتعاملنا مع القطاع وتعاملنا مع خبراء يعني أكفاء، يعني شهادتي مجروعة بهم مثل الأخ عبد الوهاب العيسى والأخت هند الناهض وغيرهم. نتكلم هاشتاج الكويت، احنا نطلع ان شاء الله في المرحله القادمه انه يكون يعني ما راح نقبل انه يكون اقل من المستوى، نطلع انه يكون اعلى من المستوى في المؤتمر القادم باذن الله تعالى، راح يكون في نهايه شهر 11 القادم. اما بالنسبه للبرامج، احنا معتمدين حاليا في وزاره الاعلام هي الانستغرام وتويتر، يعني اكثر من حساب، هنا حسابات متخصصه سواء كانت عن طريق حساب قطاع التلفزيون، حساب التلفزيون بالانستغرام وتويتر والفيسبوك واليوتيوب، حساب وزاره الاعلام كذلك الرسمي انستغرام وتويتر، وعندنا كذلك حساب الاذاعه اذاعه دوله الكويت انستغرام وتويتر. في تجاوب ما شاء الله قاعد نشوف، يعني ايضا طلبات الناس، الناس اللي تكتب اللي تعلق على اي برنامج، في تجاوب من هذه الاذاعه، في تفاعل معهم، كذلك عندنا يعني نحاول قدر المستطاع ان نلبي ونوصل شكاوى، قد تكون في شكاوى موجوده او هموم لدى المشاهد في مساله، حتى في احيانا بعض البرامج يكون في انتقادات نرفعها لاصحاب الشان اساس يكون يعدون. هل يعني في ناس مخصصه تقرا التعليقات؟ موجوده، نعم عندنا موجودين ويردون على التعليقات في اداره التواصل الاجتماعي، حاولنا يعني لان التواصل الاجتماعي هو عمليه يعني متبادله، يعني فعل ورد فعل، ما نقدر نكون بس وان واي، هذا في الاعلام التقليدي، لكن في الاعلام الحديث والجديد هو اعلام فعل ورد فعل، يختص في عمليه التبادل مع المجتمع، يعني مع المتلقي، متلقي الرساله يعني. نعم فاحنا ان شاء الله راح يكون في جديد باذن الله، كل ما كان جديد في الاعلام الجديد راح يكون في كذلك جديد في وزاره الاعلام. عبد الوهاب، ذكرت انه لازم يكون هناك ترشيد لمواقع التواصل الاجتماعي، برايك شلون يكون في هناك ترشيد؟ يعني من أهم خطوات الترشيد هي وجود أمثلة مباشرة، يعني اليوم في أمثلة قد تكون سلبية، وهذا الشيء احنا ما يعجبنا أن نشوف مثلا شباب في السجون بسبب مواقع التواصل الاجتماعي، انتشار هذا النوع من الأخبار وإيصالها ووصولها للناس أساسا بدون ما في حاجة لأحد أن يوصلها، هذا الشيء قد يعني يوازن الموضوع. دور مؤسسات الدولة وبالأخص وزارة الإعلام في تبني مشاريع مثل هاشتاغ الكويت وخلق مثل هذه الأجواء اللي تجمع كل الأطراف على طاولة واحدة وهي طاولة الوزارة، غير الجلسة اللي أنا تكلمت عنها كان في كثير من ورش العمل اللي صارت وشاركوا فيها مئات من شباب الكويت، وتم يعني تبادل أيضا الخبرات بينهم وبين المتخصصين اللي إحنا دعيناهم من خارج الكويت، من خارج الكويت أيضا، وأيضا بينا لهم يعني كثير من الأمثلة الناجحة في الخارج، فهذه كلها أمور غالبا هي تحتاج إلى وقت. يعني أنا اليوم على سبيل المثال في أول بداية تويتر أول ما هبوا في الكويتيين 2010 تقريبا، كان الصدى يكون لأصحاب الحسابات الوهمية، صحيح. كان هم اللي عندهم اكثر نجوم، صحيح. اليوم شوف اي واحد يبطل حساب وهمي ترى ما يحقق اي صدى الا اذا كان هو اكتف يعني من 4-5 سنوات، الاصل الان في الشخص اللي يحط اسمه ويحط صورته ويتفاعلون معاه بشكل مباشر، نفس الشيء تفاصيل حياته اكثر، تفاصيل حياته سناب شات مثلا، اذا مو انت تعيش حياتك بكل شفافيه الناس ما تصدقكم، الناس ما تتابعك ولا تجي معك. ما ادري، انا احس ان الحين الناس تثقفت، حتى الاساءه الغلط كل هذه الاشياء قامت تقل، يعني قبل بالانستغرام تلقى كثير من الناس اللي تنتقد تعيب تسب وتغلط، الحين قل هذا الموضوع. طبيعي، لانه صار في مثل ما قلنا مع الاسف في ناس راحوا ضحايا للسوشيال ميديا ودشوا سجون، فالناس لما تشوف هذه الأمثلة تبدي شوي يعني تخاف. أول سنوات السوشيال ميديا ما كان واضح معالم القانونية، فالناس تعتقد أن هذه ساحة مفتوحة، وبنهاية تويتر وسناب شات والإنستغرام هي شركات أمريكية،
فانا اليوم قاعد اخربط بشركات امريكيه ما لها علاقه في الكويت. لا صح، هناك قانون للاعلام الجديد الان بدات الامور شويه يعني تتضح للناس اهميتها. اعتقد في قوانين نظمت في البلد، يعني مثل قانون الجرائم الالكترونيه، فهم كذلك يعني ما اقدر انا اخلي الشخص يتكلم براحته ويتجاوز حدود الاخرين، يعني لازم يكون في تنظيم يعني في المسألة، عشان يعني صاحب السمو الأمير الله يحفظه تكلم في الخطاب الأخير عن سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، فبالتالي لازم نكون احنا حريصين على وسائل التواصل الاجتماعي، يعني تكلم عنها هي فكر، هي توزع فكر، هي أسلوب في نهاية المطاف. هذا الترشيد يعني اللي نذكره يمكن استاذ سعد يعني مقطع كلامك، لكن هذا نوع من الترشيد المطلوب، ان تكون فيه هناك قوانين ويحترم اي واحد يشارك في وسائل التواصل الاجتماعي هذا القانون، يعني بشرط لا تحد من حريات الناس يعني في الواقع. اكيد نتكلم عن هاشتاج الكويت، نتكلم هاشتاج الكويت المقبل ان شاء الله، شنو هي الخطط اللي راح تكون سابناها؟ والله شوف في وايد مفاجآت، يعني ان شاء الله راح يكون عندنا نقلة. احنا سمعنا حق الناس في الهاشتاج الاول، عرفنا شنو يعني يبون يركزون عليه اكثر شيء، يبون تفاعلية، يبون تسلية، يبون اشياء تكون اكثر خلينا نقول على مستوى الوطن العربي، ما تكون بس الكويت او الخليج، يبون يشوفون تجارب فعلية حلوة. الحين المنافسة قاعد تصير حكومات مو أفراد، يعني الأفراد يمكن أسرع طلعوا بالصورة، بس الحين في منافسة على مستوى الحكومات، في مبادرات على وسائل التواصل الاجتماعي. إنزين وأمثلة يعني وايد حلوة، ما أقدر أقول إلا إذا تبون شاركوا ودشوا الموقع شوفوا هذا وسجلوا حق الجاي إن شاء الله، راح يكون آخر 11 إذا الله أحيانا. وبخصوص موضوع الترشيد، يمكن أنت تكلمت عن الترشيد، الترشيد يعني يمكن نصيحة من استخدامات أو مستخدمين وسائل التواصل الاجتماعي، يقول لك الإنسان الطبيعي لازم يستخدم أو يركز على 3 تطبيقات اجتماعية، ما يقدر يستخدم أكثر منها. فأنت إذا أنت صاحب شركة أو فرد أو هذا، إذا تقدر تركز على 3 تطبيقات أساسية وتقدر تبدع فيها، ركز فيها المجال، لا تكثر تطبيقات لأنه راح يصير تشتت. فأتوقع هذه من الأمور، لأنه راح ندش في زحمة حصة يمكن إحنا قاعد نحس فيها الحين. يمكن أنا وياك من قبل دردشنا عن أن مواقع التواصل الاجتماعي خلت الإنسان يسعى إلى الكمال في ظل الواقعية اللي إحنا نعيشها. حكينا عن الجانب النفسي والسيكولوجي. صح. إلى إيه السوشيال ميديا ترى كلها سيكولوجية، يعني أنت لما تقولين اللايك ولا تقولين هذا، شنو تأثيره على الشخص؟ تأثيره إيجابي، فيزيد الثقة بالنفس ويزيد الإبداع، فيحاول إنه يشارك الناس أكثر عشان يحصل إيجابية أكثر. فكل ما كنت إيجابي مواقع التواصل الاجتماعي كل ما كنت محبوب، والعكس صحيح. قبل كان أول إنستغرام لما يزعل الواحد إذا ما حطوا له لايك أو إنه لايكاته شوية على الصورة أو يعني هذه الثقافة وايد تغيرت، يعني كانت ثقافة دارجة عندنا لفترة كبيرة، يعني كانوا قبل يسألون فلان من ولده أو فلان من شنو عنده أو شنو شهادته، أو الحين إيش كثر كم فلورز عنده أو منو متابعينه أو إيش كثر عنده، شنو المواضيع اللي يطرحها. يعني عبد الوهاب كونك ناشط في وسائل التواصل الاجتماعي مع هذا الترشيد، يعني يمكن الناس الحين تقول قلتونا نرشد بالماي بالكهرباء بهالامور، اليوم تبون حتى بالتواصل الاجتماعي يصير فيه ترشيد، انت ايش رايك كونك نشط في هذا الترشيد من اي ناحيه؟ يعني البرامج مثل ما قال استاذ ناهض انه يكون الواحد مركز على 3 برامج فقط، يعني غلط. تويتر انستغرام هو في نوعين من المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي، في ناس دش مواقع التواصل الاجتماعي تلحق وتشوف وتطمش، وهذه ما في باس، يعني لو انه يكون عنده 100 تطبيق وعنده اكونت في تويتر يقرا بتويتر وبعدين يخلص يدش على الانستغرام ويشوف شنو ابرز لكن في كثير من الشباب اليوم صار طموحهم ان يكونون مشاهير في مواقع التواصل. عشان تكون مشهور في مواقع التواصل لازم تكون او تركز على بلاتفورم واحد، مثل ما قالت يعني اختي هند، احنا في ناس يتابعونهم بمئات الالاف بسناب شات، بس بالانستغرام تلقى ما حد يتابعه لان طبيعه شخصيته تركب على سناب شات اكثر. وفي ناس العكس، في ناس معروفين وايد بتويتر والجمهور تويتر، خاصه اللي يعني يتكلم سياسه وامور اخباريه وكذي، لكن في السناب شات بحكم الطبيعه الجديه ما يحقق هذا القبول. فكل واحد مهتم انه يكون له متابعين وهو اللي قاعد يصنع المحتوى ماله الخاص، الافضل ان
يفهم كل بلاتفورم شنو يتميز فيه ومن جمهوره. يعني واحد مثلا كوميدي ما وجوده بتويتر، وجوده بسناب شات افضل من وجوده بتويتر، تركيزه على سناب شات افضل من تركيزه رسام مثلا، احسن مكان يرسم على الانستغرام ويعرض روحاته. صحيح، ما يروح يبطل لي بسناب شات ولا بتويتر، مثال يعني. فالواحد لابد انه هو يعرف شنو من جمهوره وشنو اللي يناسبه ويركز عليه. صحيح. نعم، احنا وصلنا معاكم لنهايه هذا اللقاء. بنأكد مره ثانيه على هاشتاغ الكويت، هذا المؤتمر الاول اللي اقامته وزاره الاعلام. ان شاء الله المقبل شلون المشاركه فيه راح تكون؟ يمكن قلتوا قبل شوي راح يكون طبعا في ويب سايت. نعم. وفي حسابات موجوده لهاشتاغ الكويت وراح يعلن عنها ان شاء الله عن طريق حتى كذلك حسابات وزاره الاعلام، ويتم التسويق عليها حتى في راح تكون الدعوه عامه. نعم، دعوه عامه. ونتمنى الكل يستفيد من مؤتمر التواصل الاجتماعي الثاني لهاشتاغ الكويت، ونتمنى أن يكون هو منصة مفتوحة ما بين الجهاز الحكومي وخاصة احنا نمثل الدولة وبين المجتمع، يعني وبين المهتمين في هذا المجال. لكذا بس الورش عفوا مو ما هي عامة، الورش لا، الورش لازم الويب سايت راح يكون ورش عمل لأن في مقاعد معينة، فالأولوية للي يسجل أول. في ضيوف. شنو طبيعة الورش؟ أبي من الضيوف اللي جايين منو؟ الورش راح تكون قبل المؤتمر، يعني احتمال كبير يكون قبل المؤتمر على أساس اللي يعني راح تكون وقت طويل. احنا نتكلم عن دورات في استخدام جوجل أناليتكس، شلون الاستماع إلى مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي أدوات الاستماع نفسها، يعني هذه طبيعتها راح تكون طبيعتها هنا، شلون تتمكنين، شلون تسوون فيديوهات، يعني هذا النوع من ال خلينا نقول اشياء هاندز اون، يعني ان انت تتعلمينها اكثر من هي حلقه نقاشيه في يومين. والله موضوع واحد يعني مش في كل مواضيع مواقع التواصل لكن اكيد راح تدعونا انا وعبد الله. مفاجأة لكم استديو اصلا كان مثل الكويت الاستديو في الموقع بس مو انتم اللي جيتونا هالسنه ان شاء الله المره انتم ان شاء الله انتم جزء لا يتجزأ من المؤسسه الاعلاميه الكويتيه. يعطيكم العافيه، اكيد لكم الاولويه. شكرا تسلمون، يعطيكم الف عافيه. احنا نشكركم للامانه على طيب الاستضافه وفي برنامجكم المميز والمتميز لدوره الثاني. يعني كنتوا في مجمع والحين في مجمع ثاني، والسنه الجايه ان شاء الله دائما في هاشتاغ الكويت باي مؤتمر او اي شيء يخص السوشيال ميديا. ما شاء الله عبد الوهاب وهند من الاسامي البارزه فيهم. الله يسلمك، كل عام وانتم بخير وعساكم بالعافيه. هابي سوشيال ميديا داي. يعطيكم العافيه، حياكم الله. احنا ننتقل الحصه مع كلام اول، نرجع نكمل معاكم. رفقتنا رمضان.